السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعي قناة مصر التعليمية في كل مكان من مصرنا الحبيبة، أهلا وسهلا بكم من جديد. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الحلقة الثانية من حلقات مادة أو تخصص أعمال الخرسانة في تخصص العمارة أو التخصصات المعمارية بشكل عام. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مادة حساب الإنشاءات، أو زي ما بيطلق عليها في بعض التخصصات، أو كان بيطلق عليها قديما مادة الميكانيكا فيما يخص التخصصات المعمارية. ولكن قبل ما نبدأ طبعا حابين نأكد أن مادة حساب الإنشاءات مادة بتدرس للتخصصات المعمارية الأربع تخصصات مش الخمس تخصصات. ليه؟ في تخصص من التخصصات المعمارية وهو تخصص الأعمال الصحية، وده طبعا بيدرس مادة الهيدروليكا فيما يخص حركة السوائل، لأنه طبعا في تخصص أعمال أو الأعمال الصحية بيتكلم عن حركة السوائل في المشروعات الخاصة به في تنفيذ أعمال السباكة أو الأعمال الصحية. أما في الإنشاءات أو المباني المعمارية أو الإنشائية محتاج إن هو يتعلم إزاي يقدر أحمال أو يحسب أحمال الخاصة طبعا بعناصر الهيكل المعماري اللي أو الإنشائي اللي موجود عنده، بداية من التربة نفسها والأحمال الواقعة على التربة وقدرة التربة على مقاومة الضغوط والأحمال الواقعة عليها، ثم بالتتالي أو بالتتابع بيتم دراسة أو بيتعلم إزاي يقدر يحسب الأحمال الواقعة على الأواعد، ثم بعد كده الشدادات والسملات، ثم الأعمدة والكمرات، ثم بلاطات الأسقف وتصميم بلاطات الأسقف. يبقى الجزء أو المادة الخاصة مادة حساب الإنشاءات مادة بتدرس للأربع تخصصات المعمارية أو الشعب المعمارية: شعبة فني أعمال التشطيبات، فني أعمال البناء، فني أعمال الخرسانة، وفني أعمال نجارة العمارة. أما فني الأعمال الصحية أو شبكات المياه والأعمال الصحية ده بيدرس مادة مختلفة بجانب باقي المواد، وهي مادة الهيدروليك أو علم حركة السوائل. يبقى المادة بتاعتنا النهاردة هتخص أو هتهم كل أولياء الأمور اللي عندهم طلبة أو أبنائهم في التخصصات أو في الشعب المعمارية الأربع شعب، سواء كان نجارة عمارة أو خرسانة أو بناء أو تشطيبات، وده طبعا الاسم المختصر للبرنامج أو للتخصصات أو الشعب المعمارية الأربعة اللي موجودة في التخصصات المعمارية. طيب قبل ما نبدأ طبعا في الحديث أو نخوض في الحديث عن مادة حساب الإنشاءات أو ميكانيكا حساب الإنشاءات، وليه بتستخدم أو ليه أنا بدرسها وليه بعلمها للطالب وإيه الهدف منها والطالب هيستفاد منها في إيه، مادة حساب الإنشاءات بشكل عام. هنوعدكم طبعا ان احنا نتكلم عن المادة على الجانبين زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة عن مادة التخطيط، هنتناول برضو مادة حساب الإنشاءات على شقيها، الشق الأول في المنظومة الحالية اللي شغالة واللي موجودة في التعليم الفني بشكلها الحالي، وكذلك هنتناول برضو أو هنتعرض لشكل مادة حساب الإنشاءات سواء في المحتوى وعملية التقييم وما يتم تدريسه للطالب داخل المنظومة الجديدة اللي هي منظومة التعليم الفني القائم على الجدارات أو منظومة الجدارات فيما يخص طبعا التخصصات المعمارية في الجزئية الخاصة بمادة حساب الإنشاءات، وإزاي أن أنا بقدر أوظف الجزء الخاص بمادة حساب الإنشاءات في كل تمرين من التمارين اللي بيمر بيها الطالب بداية من الصف الأول. ليه؟ لأن طبعا في المنظومة الحالية أو المنظومة القديمة اللي موجودة حاليا في الصف الثاني والثالث بتطبق وما زالت بتطبق حتى تاريخه، اللي هو مادة حساب الإنشاءات بتدرس للطالب في الصف الثالث. يبقى الطالب بيدرسها بداية من الصف الثالث، وإن كان في منذ فترة قريبة كان الطالب أو طالب التخصصات المعمارية بيدرس جزء من مادة حساب الإنشاءات في الصف الثاني، وطبعا كان بيبدأ معاه بكيفية حساب رد الفعل طبعا للكمرات والكوابيل فقط، ثم بعد كده كان بيتعلم الطالب في الصف الثاني ازاي، او يعني بتدرج في الصعوبة في الصف الثاني ازاي بيقدر يحسب عزم الانحناء للأحمال الواقعة على الكمرات والكوابيل، ثم بعد كده بيقدر يحسب او يتوقع عملية او يجري عمليات حساب الاتزان للكمرات في الأشكال المحملة أو الكمرات المحملة بأحمال سواء كانت موزعة أو
احمال مركزه او احمال مركبه، ده كان بيتوقف عنده الطالب في الصف الثاني، ثم بعد كده بيدخل في الصف الثالث، وطبعا بيتدرج في عمليه الايه، عمليه حساب الاحمال من الاسهل ثم الاصعب فالاصعب فالاكثر تعقيدا، عشان يكون الطالب في نهايه الدبلوم الخاص به في نهايه الثلاث سنوات قادر على طبعا ان هو يجري عمليات حساب الاحمال وردود الافعال وعزوم الانحناء للاشكال، ثم تصميم البلاطات والكاميرات، ثم بعد كده تصميم الاعمده، ثم تصميم القواعد. يبقى هنا الطالب بيكون ملم، وان كان طبعا مش بشكل يعني نقول ان هو بيطابق او بيجابه خريج الهندسه، ولكن بيكون حصل على القدر الكافي انه يؤهله ازاي يقدر يتوقع او يحسب او يستنتج كميه الاحمال الواقعه على جزء او احد عناصر، طبعا بدون الخوض في تفاصيل دلوقت اللي ان احنا بنتكلم بشكل عام عن الماده، ثم بعد كده هنتناول اجزاء جزء جزء والطالب بيدرس ايه في كل جزء. ونرجع تاني لحديثنا الاول، وبنقول ان الطالب بيكون قادر على او عنده القدر الكافي من توقع او استنتاج كميه الاحمال الواقعه على احد عناصر المكونه او احد العناصر المكونه للهيكل الخرساني اللي موجود عنده، سواء كان قاعده او عمود او سميل او بلاطه سقف. يبقى من هنا الطالب بينتج او بيحصل على الشق الخاص او الكميه المطلوبه من معرفه كيفيه حساب واستنتاج الاحمال وردود الافعال وعزوم الانحناء للاشكال او العناصر الهيكليه في المشروع بتاعه. طيب انا بعد قبل ما نتكلم في الماده ونخوض في تفاصيل الماده، هنتكلم عن محتوى ماده حساب الانشاءات. الطالب بيدرس ايه في الترم الاول ثم في الترم الثاني؟ كذلك هنتكلم على عمليات التقييم اللي بتتم داخل الماده، ازاي ان انا بقدر اجري عمليات التقييم. وطبعا التقييم هنا بيكون على شقين زي ما اتفقنا مع بعض في بدايه الحلقه، ان احنا هنتعرض لعمليات التقييم في المنظومه الحاليه اللي هو بتتم بشكل تحريري في نهايه العام، طبعا لان انا ما عنديش دور ترم الاولاني، ما عنديش امتحان ترم في سنه ثالثه او الصف الثالث، لان الطالب بيمتحن الماده دي وباقي المواد في نهايه العام اللي هو عام او الصف الثالث. اما في منظومه الجدارات، طبعا عمليات التقييم بتتم بنهايه كل وحده تعليميه او كل وحده تدريبيه، كل وحده من الوحدات بيكون فيها مجموعه من التمارين، التمارين دي اكيد بتحتوي على جزء خاص او جزئيه خاصه بحساب الاحمال للتمرين اللي موجود واللي هنشوفه كمان شويه مع بعض في الشرائح بتاعتنا، ازاي ان انا اقدر اوظف ماده حساب الانشاءات وبالتالي في التمرين بتاعي، وبالتالي ازاي برضو اقدر استنتج او بتتم او ان انا استخرج عمليات التقييم اللي بتتم داخل منظومة الجدارات فيما يخص التمرين الواحد اللي موجود عندي من بداية الصف الاول. يعني ايه يا مستر؟ يعني الطالب عندي في منظومة الجدارات وارد ان هو يعرض لمادة حساب الانشاءات او جزئية تخص مادة حساب الانشاءات في الصف الاول، اقول لحضرتك طبعا وده وارد. ليه ولكن او ازاي بتتم العملية دي؟ بتتم من خلال التمرين اللي موجود عندي فقط، يعني الطالب وليكن بيدرس ازاي ان هو يجري عملية شدة خشبية او حديد تسليح او شدة، هنقول شدة خشبية لعمود من الاعمدة سواء مربع او مستطيل. يبقى هنا الطالب ممكن ان انا او يفاجأ ان في جزئية في هذا التمرين بتخص حساب الانشاءات، فيقول له احسب او اجري عمليات او المطلوب منك تصميم قطاع العمود قبل ما يتم طبعا عملية الشدة الخشبية الخاصة للعمود ده. فبالتالي هنا بيلجأ لدرس الأعمدة الخرسانية بشقيها، سواء طبعا أعمدة قصيرة أو أعمدة طويلة، واللي من خلالها أو عشان يثبت أو يقول إن العمود ده عمود طويل أو عمود قصير بيلجأ لحاجة اسمها نسبة النحافة، اللي هو بيقسم ارتفاع العمود على أصغر ضلع فيه عشان بعد كده يقدر يوصل ازاي العمود ده هيتحمل كام من الاحمال، كميه قد ايه من الاحمال، وبناء عليه يحدد طول وعرض العمود او قطاع العمود. وطبعا هنا انا باهل الطالب او بعلمه ان هو ما يشتغلش بالفكر التقليدي اللي موجود في المواقع او في البيئه المحيطه حاليا، اللي هو ممكن يسمع المقاول بيجي يقول له او في الرسمه او بيتم على الارض الواقع هنعمل هنا 12 عمود مثلا في التفصيله دي، قطاع العمود مثلا بيحدده المقاول، وده طبعا بشكل عشوائي بدون اي درايه وبدون اي علم او دراسه للاحمال اللي هيتحملها هذا العمود، واللي المفروض بناء عليه بيتم قطاع تحديد قطاع العمود، سواء القطاع ده بيكون اكبر في العرض او في الطول. ده بيكون نتيجه لايه؟ نتيجه لدراسه
الأحمال اللي هيتحملها هذا العمود، قص على ذلك طبعا القواعد والكمرات. يبقى هنا أنا بعلم الطالب في مادة حساب الإنشاءات إن هو مش زي ما بيتم دلوقتي في أرض الواقع، إن هو بيصمم ثم بعد كده يقول إن العمود ده هيتحمل كام دور وبناء عليه هيتحمل كام طن أو كام حمل، قمة الأحمال اللي هيحملها قد إيه بناء على قطاع العمود. لا طبعا، لكن الصح والترتيب السليم في العمليات الهندسية إن أنا بعلم الطالب الأول إيه كمية الأحمال اللي هتحملها هذا القطاع أو هذا الهيكل الخرساني، سواء بقى كان عمود أو قاعدة أو ميدة أو كمرة أو بلاطة سقف. يبقى الأول بيتعلم إزاي يحسب الأحمال الواقعة، وبناء على كمية الأحمال الواقعة يبدأ بعد كده يحدد طول أو عرض العمود، أو لو نقول في مجملها قطاع الخرساني الخاص بالعمود. ثم بعد كده سواء كان عمود أو كمرة، أنا خدت العمود مثال، بعد كده ممكن يحدد بعد كده كمية أعمال التسليح، حديد التسليح اللي موجود أو اللي هيستخدمه أو اللي المطلوب ينفذه داخل القطاع اللي إيه؟ قطاع الهيكلي للجزء الخاص بأعمال الخرسانة ده، سواء كان كمرة أو سقف. يبقى بيقدر من خلال بداية من خلال حساب الأحمال الواقعة على الهيكل الخرساني أيا كان هو العنصر ده إيه، بيقدر بعد كده منه من خلاله يحدد قطاع العمود الخرساني اللي هو طوله أو عرضه أو أيا كان القطاع اللي موجود عنده، سواء قاعدة أو كمرة أو بلاطة. بعد كده بيقدر كمان يتوقع أو يستنتج كمية الحديد اللي المفروض تتحط داخل هذا القطاع الخرساني. كل ده القطاع الخرساني مع قطاع الحديد أو كمية الحديد اللي طبعا كنا بنعلم الطالب ويرمز ده بالرمز ألف سين، والقطاع الخرساني اللي كان بيرمز ده بالرمز ألف خا، ده ألف سين مع ألف خا عشان في الآخر يقدر مع قطاع الخرسانة وقطاع الحديد يقدر يقاوم الأحمال الواقعة على القطاع الخرساني اللي هو بيتعلم إزاي يقدر يحسب كمية الأحمال الواقعة على العنصر الخرساني اللي موجود معاه. هنبدأ مع بعض كده ونروح للسلايد بتاعنا ونشوف بداية بأهداف المادة بتاعتنا، مادة حساب الإنشاءات، ثم مع بعض كده هنشوف الطالب بيدرس إيه على مدار على مدار الصف الثالث في على مدار العام في الصف الثالث من دبلوم التخصصات المعمارية. طبعا زي ما قلنا تخصص النجارة والخرسانة والبناء والتشطيبات، بيدرس فيهم ايه في مادة حساب الانشاءات على مدار العام من المحتوى الخاص بالمادة، بداية من عزم القصور الذاتي ومركز الثقل، ثم وصولا الى اقصى درجة من درجات الانشاء الموجودة في المبنى وهي تصميم القواعد والكمرات ثم والأعمدة، وصولا لحساب الأحمال الواقعة عليه. هنبدأ مع بعض كده بأول شريحة من الشرائح بتاعتنا النهاردة، واللي بتتكلم عن الهدف الخاص من دراسة مادة حساب الإنشاءات. وبقول إن أهداف المادة، أول هدف من الأهداف دي عشان أكون عارف أو مطمن على ابني في التعليم الفني بيتعلم إيه في مادة حساب الإنشاءات والغرض منها، وما هو الهدف من دراسة العناصر الخاصة بمادة حساب الإنشاءات. أول هدف طبعا بيقول لي المفروض أنه بيتعرف الطالب على أهمية حساب الإنشاءات الخرسانية وارتباطه بمعاملات الأمان والاقتصاد للمنشآت، ودي طبعا جزئية محتاجة أن احنا نلقي الضوء في عجالة كده، أن احنا بنقول إذا طالب الطالب بتاعي قدر أنه هو يتعلم العلاقة أو يحسب العلاقة ما بين حجم الأحمال الواقعة على العنصر الهيكلي اللي موجود عنده، بناء عليه هيقدر يحدد قطاع العمود أو قطاع الهيكل الخرساني اللي هيشتغل عليه بدون إفراط في طبعا قطاع الخرسانات، بمعنى أدق وأيسر أو بشكل مبسط أغلب المقاولين طبعا بيحدد أو بيقدر تقدير جزافي لقطاع العمود، فممكن يكون هذا العمود عمود غير يعني طبعا، وإن كان كل العناصر هتكون لها دور داخل العملية الإنشائية، كل الأعمدة طبعا بيكون لها دور إنشائي، ولكن العمود اللي طبعا بيكون موجود في مساحة كبيرة وما بين أو متوسط المبنى مش زي العمود اللي بيكون موجود عند الجار أو العمود اللي ما يكون موجود في نص الجار، وبناء على هذا العمود بيتحمل خلي بالك عشان طبعا بيكون تحت منه قاعدة خرسانية مسلحة، وبناء عليه بيكون تحت منه برضو قاعدة عادية. يبقى إذن مكان العمود ده أو تصميم العمود ده بينتج عنه طبعا تصميم لحجم القاعدة الخرسانية المسلحة، وبناء عليه برضو بيكون حجم القاعدة الخرسانية العادية. إذا لم يتم تدريب الطالب أو تدريس له بشكل جيد وإتقان مهارة حساب الأحمال الواقعة على هذا القطاع الهندسي أو هذا الهيكل من الهياكل الخرسانية،
إذن هيتم أو هيتعرض لعملية التقدير الجزافي، إما سواء بالزيادة أو بالنقص، مما طبعا هيؤدي إلى أثر سيء له، وبيقع أكيد طبعا تحت المساءلة القانونية. ليه؟ لأن طبعا وارد جدا أن يحدث عنده مشاكل في عملية الإنشاء من انهيار للمبنى، أو تكلفة طبعا بتكون تكلفة زيادة عن الحد المطلوب، وبالتالي العملية الاقتصادية هنا بيتم التنبيه عليها من خلال إزاي يتعلم أن هو يدرس أو يصمم قطاع العمود أو قطاع القاعدة الخرسانية والكاميرا أو بلاطة السقف بناء على حجم الأحمال اللي موجودة أو الواقعة عليها، وده اللي بيكون له أثر كبير جدا في ارتباطه بالعملية الاقتصادية لتكلفة المشروع. طيب نشوف الهدف الثاني بعد كده من أهداف المادة. بيتعرف الطالب على القوانين الخاصة بالمنشآت وأهميتها في المجال المعماري. أيوة طبعا، لأن هنا بعرفه القوانين الخاصة بعمليات التصميم واللي طبعا في المنشآت ومجالها طبعا وأهميتها، أهمية القوانين دي في المجال المعماري، عشان يكون عارف الكود المصري بتاعه اللي بيتكلم عن الأحمال والتصميم وقطاعات الهياكل الخرسانية. كل قطاع طبعا من ده بيدرسه الطالب داخل مادة حساب الإنشاءات. الهدف الثالث، بيدرس الطالب طبعا العلاقة بين العناصر الإنشائية وارتباطها بعضها البعض. وبنقول طبعا في الجزئية دي ان الطالب ما بيدرسش عندي كل جزء او كل عنصر من عناصر المادة الخرسانية على حدة، يعني ما بيدرسش تصميم القواعد لوحده ثم تصميم الكاميرات لوحده ثم تصميم الأعمدة ثم بلاطة السقف. لا طبعا، وان كان ده بيتم تدريسه بشكل منفصل، وان كان طبعا في الاخر كل عنصر من العناصر دي بترتبط ببعضها البعض في تصميم العملية الإنشائية للمبنى بشكل عام. إذن يبقى هنا بيدرس الطالب ارتباط العناصر الهيكلية ببعضها ودور كل عنصر من العناصر دي ووظيفته داخل العملية الإنشائية. شوف بعد كده الهدف الثاني، بيقول لي هنا بتساعد طبعا المهندسين والفنيين في دراسة النظريات الهندسية المختلفة لكل عنصر طبعا من عناصر المشروع. بعد كده بتساعد في عمل حسابات التصميمات للمنشآت المعمارية وحساب أبعاد القطاعات وطريقة تسليحها، زي ما اتكلمت من شوية وقلت ان طبعا بناء على حساب كميات الأحمال الواقعة على القطاعات الهيكلية دي من الهياكل الخرسانية بيتم تحديد وحساب أبعاد وقطاعات وطرق تسليح هذه الهياكل. ده طبعا بيرجع ليه؟ لطبيعة الهيكل الخرساني نفسه أو القطاع الخرساني نفسه والأحمال الواقعة عليه. بعد كده بيقول لي كمان بتدخل هذه المادة في تصميم جميع المنشآت سواء كانت خرسانة مسلحة أو منشآت معدنية أو خشبية، لأن برضو البيم أو الكاميرات المعدنية أكيد بيكون ليها دراسة لردود الأفعال وعزوم الانحناء ومنحنى قوى القص، الطالب بيدرسها ويتعلمها. يبقى إذن مادة حساب الإنشاءات أو الاستراكشر بتاعنا بيكون داخل في جميع المنشآت سواء مسلحة خرسانة مسلحة أو منشآت معدنية أو خشبية، لأن وارد جدا يكون عندي كابولي أو سقف بلكونة يعني من الخشب، وبالتالي الكابولي ده أو البلكونة دي بتعرض لعزوم سواء انحناء أو أحمال، وبالتالي محتاج تصميم خاص بيها. بعد كده بيقول لي بتدرس مادة حساب الإنشاءات أو بتدرس مادة حساب الإنشاءات معاملات الأمان. بعلم الطالب معاملات الأمان للمنشآت عند عمل التصميم، وهو بيعمل حسابه في عملية التصميم بيكون عارف معاملات الأمان الخاص بكل منشأ من المنشآت، وداخل هذا المنشأ كل عنصر من عناصر المنشأ سواء قاعدة أو ميدة أو عمود أو كاميرا أو بلاطة سقف، كل منشأ منهم كل هيكل منهم أو عنصر من العناصر دي بيكون له معامل أمان خاص به داخل المشروع بتاعي. وبقول لي ودراسة طبعا المشروع تفاديا لأي أخطاء أثناء عملية التنفيذ. بعد كده المادة برضو بيقول لي من الأهداف بتاعتها أو دورها